السلام عليكم. هذه السنة عرفات جات السماسة واحد يعني واحد درجة حرارة اللي طالعة بزاف، يعني كانت السخونية عندنا بزاف وما كانش تقريبا البرودية، قليل البرودية فاش دازت يعني، وهذا الشيء غادي يأثر على الأشجار، خاصة نهضروا على اللوز ونهضروا على الزيتون. فباش ينور الشجر تيخصو يجمع واحد العدد ديال الساعات ديال البرودة، اولا تترتاح الشجره، ومن بعد من تجمع دوك الساعات ديال البروده تتبدا الاستعداد باش انها تخرج النواره. هاد الساعات ديال البروده ما كانش عندنا في السوس، دوك غادي يكون مشكل عندنا في النواره، لا ديال اللوز ولا ديال الزيتون. نضيفوا عليها الى الفلاح ما دارش دوك العمليات الزراعيه اللي خصو يدير، اللي هما ديال الزباره وديال المعالجه الشتويه وديال الخدمه ديال الارض وديال التسميد، فهنا غادي يكون المشكل مضاعف بالنسبة للأشجار ديال اللوز والزيتون. في هذه الوقيتة فغادي يبدا إن شاء الله النوارة ديال الزيتون، فحنا تنصحو باش يستعمل واحد يعني تعطى واحد المادة عن طريق الرش في الوراق، مادة البور والمنغنيزيوم والزنك تيكونوا في منتوج واحد باش تعاون الشجرة على تثبيت النوارة ديالها. تيكون واحد جوج مرات تنديروا هذا الرش، مرة يعني فاش يلاه تيبدا الاستعداد النوارة، والمرة الثانية تتكمل النوارة وتخرج دوك الحبيبات. بطبيعة الحال من بعد تيخصنا المحاربة ديال الحشرات، ملي تسخن الحال تيبداو الحشرات الضارة ديال الصوفة ولا ديال الفراشة، ولكن مجموعة من الحشرات اللي تأثروا على الزيتون اللي خصنا تا هما نعالجوهم. ودائما تنصحوا الفلاح بالمراقبه الدوريه ديال الشجر ديالو، بالسقي المنتظم ديال الشجر ديالو، وبطبيعه الحال التدخل الفوري قد ما كان شي مشكل.